شابان إماراتيان قادهما شغفهما إلى الابتكار لافتتاح مشروع ريادي متميز. لنتعرف معا على الدوناتس الإماراتي. نحن اولا مشروع اماراتي 100% وشغالين عليه من البدايه من الالف الى الياء. وفكرتنا هي الدونت الساخن، يعني عاده الدونت تحصلونه في اماكن الثانيه يتقدم بارد، لكن عنا نحن يتم تحضيره في الوقت نفسه. انا مهندس مدني ومدير مشروع. نحن قعدنا قعده انا ولد خالي نبيل جلسنا نفكر في المشاريع اللي ممكن نبداها. ادخرنا مبلغ 5000 درهم شهريا على مدى تقريبا 4-5 أشهر من تقريبا 70 مشروع. فكرنا في واحد نركز عليه وكان هذا هو دوميني دونات. ان شاء الله في الامارات بنتوسع ومن عقبها في الخليج، وان شاء الله بتشوفونا في العالم ان شاء الله. توجهنا إلى مؤسسة محمد بن راشد الدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما قصروا فينا. موضوع التراخيص ساعدونا فيه وعطونا كديسكاونتد ريت حق المواطنين. والله أول شيء خلفيتي أنا في الفاينانس اللي هو الإدارة المالية، بدينا برواحنا، كنا نطبخ رواحنا وما كان عندنا ولا أيدي عاملة. بعد ما أسسنا شركة قمنا شوي شوي نجيب. عينك على العالم.